لا تزال ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية تمارس انتهاكاتها بحق أهالي الحديدة غرب اليمن، الأمر الذي دفع بعشرات الأسر النزوح إلى مناطق مختلفة. ويقول أهالي الحديدة أن الميليشيا تمارس الكثير من الانتهاكات بحقهم، أبرزها التهجير القسري واستخدام المدنيين دروعا بشرية ومنع وصول المواد الإغاثية. محافظ الحديدة الحسن الطاهر أوضح أن الوضع الإنساني في مدينة الحديدة كارثي، وأن ميليشيا الانقلاب تقوم بتهجير العشرات من الأسر من منازلها وتمنع عنها وصول المواد الإغاثية والطبية. مع الحرب الأخيرة هذه نزح كثير منهم إلى بعض المناطق المجاورة الحديدة، وبعضهم نزحوا إلى صنعاء وإلى عدن. نحن في عدن نستقبلهم ونحاول بقدر الإمكان أن نخفف معاناتهم، وكذا أقمنا أكثر من مخيم نحن كسلطة محلية في المنطقة الجنوبية للحديدة، والإخوة في المملكة العربية السعودية والهلال الأحمر الإماراتي أيضا أقاموا مخيمات في الخوخة وما بين الخوخة والحديدة تحسبا لأي نزوح. وقال محافظ الحديدة أن الصمت الأممي حيال جرائم ميليشيا الانقلاب الحوثية في مدينة الحديدة جعلها تتمادى وترتكب المزيد من الانتهاكات. للأسف يعني ما كان متوقع من المنظمات الدولية الصمت عن هذه الفئة لما تقترفه من جرائم ضد المدنيين. الأمم المتحدة ولا كأنها غير موجودة حقيقة في هذا الشأن، ولم نسمع يوما منها أنها يعني وجهت لوم أو وجهت إنذار إلى هذه الفئة الإنقلابية. حقوقيون طالبوا ميليشيا الإنقلاب الحوثية وقف انتهاكاتها ضد أهالي مدينة الحديدة، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية الوصول إلى المتضررين وإدخال المساعدات وإنقاذ السكان من جرائم الميليشيا. عبد الفتاح غلاب لقناة الإخبارية عدن.